الشيخ رحمه الله فرغ من هذه الرسالة، من هذا الشرح كما في بعض النسخ، في شعبان من سنة 1333 من الهجرة. والشيخ قد ولد عام 1307 من الهجرة. إذن الشيخ قد كتب هذا الشرح وعمره 26 عاما. انظروا بركة العلم يا إخوة. هذه الرسالة كتبها الشيخ قبل 111 سنة، وها هي الآن بين أيدينا نقرأها، نستفيد منها فيجري أجرها على مؤلفها بإذن الله، وندعو لمؤلفها رحمه الله غفر الله له، رحمه الله غفر الله له. ألا ترون بركة العلم؟ كم من أناس عاشوا في هذا الزمن الذي عاشه الشيخ، ذهبوا ونسوا، لا يكاد يذكرهم أحد أو يدعو لهم على وجه الخصوص أحد. أما هذا العالم بهذا العلم الذي قدمه إلى الأمة بقي ذكره، وبقي الناس يدعون له ويستفيدون من علمه.